لقينا في تداول لصوره فنيا شكلها حلو، بنت اموره او شابه مصريه اموره وحواليها حاجه زي الورده، بس هي مش ورده، هي مجموعه من الميداليات والكؤوس بتغطي كل المساحه او قطر الدايره اللي هي قاعده فيها. وبعدين مكتوب تحت الصوره البطله العالميه المصريه في التايكوندو. فالصوره بقى تبطل تبص على الجزء الجمالي وتقول هو احنا عندنا في مصر عندنا بطله عالميه؟ يعني بتحتل المركز الثالث على العالم؟ يعني هي اسم من الاسماء الكبيره والجامده جدا في التايكوندو؟ يقول لك اه. فتقول في نفس اللحظه طب واحنا ليه ما نعرفش؟ احنا ليه ما نعرفش ان مع البنت دي اكتر من 130 ميداليه وكاس؟ ليه ما نعرفش ان احنا لينا اسم في التايكوندو؟ يمكن عشان هي لعبه فرديه، يمكن عشان ما وراهاش جهاز اعلامي يقعد يصيط ويقول ايوه عندنا طاقه عظيمه. الحقيقه انه احنا كنا بنتفرج على الصوره، انما الدنيا عارفه حاجات اكتر كتير من الصوره، وبتختارها في واحد او في قايمه من اهم السيدات او النساء في الرياضه في العالم. الامم المتحده بتختارها لانها اسم مهم في الرياضه بتاعتها. كل ده واحنا لسه بنشوف صوره فاكرينها ورده لبطله شابه مصريه في التايكوندو. اي حلم ممكن يبان لناس كتير كبير او صعب، بس بشويه اراده وتحدي واجتهاد اكيد ممكن تحققه. هو ده اللي انا عملته عشان اقدر اكون بطلة عالمية في رياضة التايكوندو واحقق اكتر من 130 جايزة في 39 بلد. على مدار 15 سنة ممارستي للتايكوندو حققت وتعلمت حاجات كتير، مش بس في الرياضة لكن كمان في دراستي وشغلي والعمل التطوعي. والكاس ده يعتبر من احب الجوائز ليا، ده كان بطوله كاس العالم فرانكفورت وديت ان انا احصل فيها على المركز الثاني. اما الميداليه دي فدي اول ميداليه قدرت ان انا احققها في رياضه التايكوندو، ودي كانت نقطه التحول ليا، كانت في بطوله المانيا الدوليه. ساعتها كان عندي 10 سنين. هي رحلة طويلة وصعبة وكلها تحديات، بس أنا لسه مكملة، لأنك لما بتحقق إنجاز في حلمك بتحس إن حلمك بيكبر معاك، وأنا قررت أوقفش حلمي. أهلا يا كريم. أهلا. دول حبة بس من الميداليات بتاعتك. جبنا كده حاجة رمزية شوية من كمية كارولين. أولا مبروك على كل الحاجات اللي حصلت مؤخرا. انت واحده من اهم الاسماء في التايكوندو في الوزن بتاعك، صح؟ مش انتوا حابين نلعب في اوزان معينه يعني؟ ومش عايزاكي تزعلي مني ولا من اي حد قاعد في البيت ما كانش عنده اي فكره ان احنا لينا في التايكوندو، وانه كارولين لها وضعها في اللعبه دي. تفتكري احنا تقصير مننا ولا ايه؟ يعني ممكن يكون الاهتمام اكتر بطبيعه الحال على الالعاب الجماعيه او على كره القدم، يعني الساحره المستديره. يعني الالعاب الفرديه، يعني الالعاب الفرديه بتبقى شويه مظلومه يعني في مصر او في العالم كله بشكل عام يعني. طيب انت بالنسبه لك فكره تالت عالم دي اخبار قديمه جدا يعني. احنا عارفينها متاخر، بس في حاجات اكتر بكتير من كونك تالت العالم في التايكوندو. انت حكيتي لي على حاجات كتيره طول ما انا بسمعها متضايقه ان احنا مش عارفينها. يعني الحمد لله انا قدرت ان انا احقق في الرياضه، وبالسبورت بتاع اهلي قدرت ان انا اكون مش بس ناجحه في مجال الرياضه، الحمد لله في مجال العملي والدراسي. يعني السنه دي خلصت الماجستير، طلعت الاولى على الدفعه من جامعه فيكتوريا في سويسرا، وفي مجال العملي برضو الحمد لله بشتغل برضو مديره موارد بشريه. يعني انت اخدتي واخده ماجستير في ايه يا كارولين؟
في يعني هو MBA والميجر بتاعي في إدارة الموارد البشرية. طول الوقت اي حد بيدخل اي نادي مصري تلاقي عيال صغيرين كتير اللي بيلعب كاراتيه واللي بيلعب جودو، يعني هو ده المنظر اللي احنا عارفينه ان هي رياضات الصغار. يعني مش ناس كتيره بتتدرب بس ما بنبقاش حافظين اسماء للابطال اللي بيطلعوا منها. انت برضو دخلتي كده من وانت صغنونه زي العيال الاولاد اللي بنشوفهم بيتدربوا في النوادي؟ انا بدات انا عندي 10 سنين، البدايه كانت بالصدفه خالص، كان معايا واحده زميلتي في الفصل كانت بتلعب تايكوندو كانت بطله، فكنت بروح اتفرج عليها وبلعب تنس، فكان في ساعه يعني نادي ايه كنت في نادي نادي الصيد. فانا كنت ساكنه قدام النادي بالظبط، فيعني ماما كنت بحدفك من فوق يعني كانت بتيجي معايا طبعا يعني ده الاكسبريشن اللي فلما كنا كنت بروح العب تنس، فماما كانت بتقولي يعني بدل الوقت ده ما تكملي وتتمرني جربي تايكوندو يعني، ففعلا جربت. وبعد يعني انت بتلعبي تنس تقعدي تستني صاحبتك اللي بتلعب تايكوندو؟ بالظبط. فماما قالت لي طب ما تلعبي كمان تايكوندو بالمره ومش تخسري حاجه ودي لعبه حلوه يعني سيلف ديفنس. فبديت ان انا العب، في الاول كنت يعني عادي مش لطيفه بس ما كنتش مركزه قوي. كان النادي مسافر بطوله في المانيا، بطوله دوليه، واهلي كانوا عايزيني اسافر اخد الاكسبيرينس بتاع السفر، ورحت جبت ميداليه فضه، كانت دي بقى نقطه التحول يعني. طيب اللي بيتفرج يعني على التايكوندو يلاقي يعني هي رياضه بتعتمد اصلا على الرجلين على الكيكينج ولا بتعتمد على، اشرحي لي اكتر، انتوا ما بتستخدموش ايديكم خالص او دراعاتكم، يعني هي رياضه هي اكتر بتعتمد على الرجلين. احنا المفروض ان احنا بنجيب نقاط من احنا بنلعب، حاطين سنسرز عندنا في وش الرجل دي الحته اللي نقدر ان احنا نجيب بيها بوينت او بكعب. لا معلش يعني ايه سنسرز؟ يعني احنا بنلعب بنظام الكتروني، فالمفروض ان احنا بنبقى لابسين زي تشيست بروتكتور او واقي للصدر بيكون الكتروني، وده من خلال حساسات بتبقى في وش الرجل لما بيلمس بيحسب النقطه، او في الوش في الهيد جارد اللي هو بيتلبس على الوش. الامم المتحده عماله بقى شغاله وانت رايحه كمان مسافره قريب، احكي لي على موضوع الامم المتحده ده يا كارولين. هو المفروض ان الامم المتحده في حاجه اسمها وومن اوف اتشيفمنت، او دي جايزه او نساء ذوي انجازات يعني بالعربي، فالمفروض ان دي زي حاجه اوورد بتتاخد، ان هي بتبقى كامبين على السوشيال ميديا بيختاروا من خلالها سيدات ليهم تفوقات في مجالات مختلفه. تم اختياري عشان تفوقي اكتر في مجال الرياضة والعمل التطوعي، أنا بعمل في المجال العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال جمعية اسمها حلم، فقدرت إنه يعني في شغلي ده حققت حاجات كتير بالإضافة إلى نجاحي العملي والدراسي. في قائمة كمان تانية أنت دخلتي فيها؟ دي الهول أوف فيم. الهول أوف فيم يعتبر زي الأوسكار بالنسبة للفنانين، فده يعتبر أعلى جايزة ممكن يحصل عليها أي رياضي على مستوى العالم. هول أوف فيم. هول أوف فيم هو القاعة يعني؟ زي قاعة المشاهير. المشاهير يعني فكل رياضة مفروض ان ليها الهول اوف فيم بتاعتها. فبالنسبة للتايكوندو انا اعتبر اول لاعبة افريقية وعربية تكرم في الهول اوف فيم. اول واحدة تكتشف الموضوع ده. حلمك ايه يا كارولين سواء في التايكوندو او في الدراسة؟ يعني من خلال البرنامج ده هحقق حلمي، فحلمي ان انا نفسي ان يبقى عندنا فريق او في مصر او منتخب لو امكن للاشخاص ذوي الاعاقه تايكوندو، لانه بقى في بارا تايكوندو ابتدت يعني تبقى متواجده في العالم، ومفروض انه التايكوندو انضم للاولمبيات البارالمبيه. فنفسي ان انا يبقى عندنا فريق ونقدر ان احنا نلعب بالاولمبيات البارالمبيه. ده انت في التدريب؟ لا انا وانا بتمرن. عنيفه. عنيفة يعني. جدا يا كارولين. هي لعبة فنية أكتر يعني. لا استني بس عنيفة. أيوه بتقيسوا قوة البانش، قوة أو الركلة الكيك دي بتتقاس؟ هي بتتقاس لأن كل وزن بيبقى ليه يعني درجة معينة، هي أرقام لازم يجيبها عشان النقطة تتحسب حسب الوزن طبعا. بصي يا كارولين أنت شرفتي مامتك وباباكي وإخواتك وشرفتينا كلنا. انك نموذج صحي كده، شابه بتلعب رياضه، بتحقق نفسها في دراستها، لها كمان عمل تطوعي، مفيش احلى من كده يا كارولين. روح امي ما راح تكون مرتاحه، يا ريت لا بقى تجي تزور. 60 سنة عمرنا ما جبنا أي ميدالية ذهبية. يعني تعاملني كأني بطل كبير. وحشتونا أنتوا فين؟ هي أصلاً مشكلة بسيطة جداً ما فيهاش كل الدوشة دي. تتهرب من
اختبار تعاطي المنشطات. مو بنتحول لاعداء اذا اختلفنا بالاراء. يبقى بطل في البلد دي هو صعب جدا. كل من يعترض طريق حلمي ساقتله، واذا فشل هذا الحلم ساقتل نفسي. حسيت انه انا فعلا اصبح عندي معشوق اخر هو الاخراج. دايما الناس بتحب تشوف الحيطه الضعيفه اللي في البني ادم. لفيت على جسمي ومسكته وحطيت وشه بوشي مع اللسان اللي طالع بيعمل كده. احنا عندنا يا جماعه حلبة مصارعه.